قصدت كل اللي موجود ومنها طبعا النحت. فانا لقيت ان احنا في تحريق ابداعية نحتية وفنية. كان في الوقت ده كان فيه ثلاث اربع نحاتين اسماء. وانا فاكر ان فاروق في قبلها كنت في باريس وكانت فكرة سمبوزيوم وانا في باريس. كان أدف حين ساعتها أعيش في باريس برضو معه. فكان سافر يوغوسلافيا ورجع. كان حضر سمبوزيوم. قعد شهر. فأنا قلت له إيه ده؟ فحكالي. قلت له يا ريت نعمل في يوم من الأيام في مصر سمبوزيوم. أم قال ده يبقى حلو. قلت له يلا إن شاء الله ربنا هيحققها. مهم ده خلاص نسينا. ساعة ما جيت وزير. وكان أول عمل يتعمل كان انقاذ تمثال وتمثال بالرول. فتفتخ زيني لان لقيت التمثال بارس انتهى. تمثال بالرول ما بقاش تمثال بالرول. اتحط عليه احجار اي احجار كانوا بيبنوا اسوار القلعه. فجابوا المقاول وقالوا له عايزين فغطوه بالاحجار القلعه باسمنت وضاعت كل ضاع المودلين بتاع التمثال وكل العناصر التشريحيه. مقاول ده تاني حاجه لازم نحط حاجات كتير جدا. ابتدينا نعمل اللي هو اتخطوا. قال لي لا انا مش مجنون البس تمثال. مين عنده الجرأه والقوه اللي يلبس تمثال بالهول ده؟ فالمهم قلت له طب انت تعال. قال لي لا ما اقدرش يا راجل انت جاي جايبها في باريس. قال لي لا. قلت له طب تعال معايا. خدت بالعربيه قعد يرطب ويشتم ويقول شتم شتايم بقى رهيبه جدا من اللي شتم. طبعا ابتدى قال انا ما اقدرش امد ايدي فيه غير لما يبقى عندي رسومات فوتوكرومتريه للتمثال وعايز صور من بدايه القرن للتمثال. ونقعد ندرس. قعدنا ندرس وقعد يشتغل بس. وجبنا كمان محمود مبروك قعد معاه وابتدينا نشتغل. طبعا هو ساعتها بقى قال لي يعني انا بخلص قلت له بتخلص انت فاكر السيمبوزيوم؟ قال لي خلاص نعمل. فنعمله في اسوان وابتدينا كان في ذهني طبعا ان بلد النحت مش ممكن يبقى فيها ثلاث اربع نحاتين. مش ممكن. دي دوله الفن. وبالتالي عملنا سيمبوزيوم اسوان ما شاء الله كان نحات وشباب واللي بقى كبير دلوقتي وكده. لكن في حافز الفراعنه خلونا يعني بيزقهم الفنانين عشان يعملوا يقلدوهم في هذه الاحجار الصعبه. مش مجرد بيعمل حاطط نحت لا ده طاقه رهيبه جدا بتخرج. وخصوصا الفن او الابداع ده اذا كانش يخرج بسهوله بتبقى ما بالك بقى التحدي امام احجار عظيمه قويه جدا وبتبدا تبص وتعمل النحت الحديث. يعني ده المطلوب الحقيقه. ولذلك انا سعيد دي ثمره من افكار كانت موجوده ازاي يبقى عنصر النحت ده موجود في دوله النحت. هذا للشعب المصري عشان انا متخيل ان الفن ان شاء الله هو اللي هيقوم بالبلد ان شاء الله وتعدي ازمتها ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك.